حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. أخبار اليوم: مدير أمن لودر يرفض الخروج من قاعة احتجاز في عدن. المصدر أونلاين: ميليشيا الحوثي تلاحق مواطنين في قرى ذمار. صحيفة عربية تقول إن انقلابي اليمن يواجهون صعوبات في تجنيد المقاتلين. BBC: بعد 70 عاما من الانفصال، أغنية وطنية واحدة لباكستان والهند. أهلا بكم. موقع يمن مونيتور يطرح قضية البرلمان التي ترددت كثيرا، أخبار عن عودة انعقاده في عدن، لكن عوامل مختلفة تستبعد ذلك. عام على عودة البرلمان في صنعاء وفشل انعقاده في عدن رغم الاستقطاب. وقال الموقع: مر عام على انعقاد أول جلسة للبرلمان اليمني في صنعاء بعد أن رفع الحوثيون حظر المجلس في فبراير 2015 وأعادوه بناء على اتفاق مع حليفهم صالح الذي يملك أغلبية برلمانية. ومنذ هذا التاريخ يحاول الحوثيون الإيحاء بوجود شرعية موازية لشرعية الرئيس اليمني المنتخب. وبمرور عام على أول جلسة لبرلمان الحوثي وصالح، إلى أن الحكومة فشلت في عقد جلسة واحدة في عدن رغم التحضيرات على مدى عام متواصل. وبحسب مصادر برلمانية، فإن اللجنة المكلفة بالإعداد تواصلت مع معظم أعضاء المجلس وتمكنت من إخراج عشرات الأعضاء الموالين لصالح من اليمن إلى خارج البلاد، لكنها فشلت في نفس الوقت في إكمال النصاب، حيث يتألف البرلمان اليمني من 301 عضو وتوفي نحو 29 عضوا منه، لذلك فالعدد الفعلي الآن 272 عضو، والعدد المطلوب لعقد النصاب قانونيا هو 336 عضو. وتقول مصادر في الحكومة اليمنية على اطلاع إنها تمكنت من الوصول إلى قرابة 110 أعضاء يتواجدون في المملكة العربية السعودية، ولذلك لا يمكن عقد الجلسة التي كان متوقعا أن تتم في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. موقع المصدر أونلاين يتابع الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد القرى البعيدة في ذمار. وعنوان الموقع: الحوثيون يقتحمون قرى في محافظة ذمار ويختطفون 4 مدنيين. وقال الشهود للمصدر أونلاين إن الحوثيين اقتحموا قرية بني ضبيان الركبين بعربات مسلحة وحاصروا منزل صالح الكليبي، وأضافوا أن المسلحين اختطفوا الكليبي إلى جهة مجهولة بعد ساعات من اختطاف 3 آخرين في قرية الشرق والضيح في مديرية عتمة. والمختطفون من قبل الحوثيين هم عبد الله مهدي السماوي ومحمد ثابت السماوي وعلي قائد السماوي. قرار التعويم الصادر عن البنك المركزي يعني التخلي عن السعر الرسمي الذي حدده البنك سابقا للدولار 250 ريالا مقابل الدولار الواحد لصالح السعر الجديد الذي سيتحدد من قبل البنك المركزي وفقا لمخزون العملات وتداولات السوق. هكذا بدأ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس مضيفا: يمثل التحكم في سعر الصرف صلب السياسة النقدية، لكن السؤال الأهم: هل البنك المركزي ما يزال لاعبا رئيسيا في السياسة النقدية حتى يتخذ قرارا بهذا الحجم؟ وهل يمتلك الأدوات الكافية لذلك في ظل تراجع مصادر النقد الأجنبي لدى الحكومة بل انعدامها؟ منذ أن تم نقل البنك المركزي في سبتمبر 2016 إلى عدن، أثبتت إدارة البنك المركزي فشلها وعجزها عن تفعيل البنك المركزي للقيام بأدواره المفترضة، ابتداء من الرقابة على البنوك وتفعيل السويفت وانتهاء بالعبث بالعملة المحلية المطبوعة من الرجال اليمني وبيعها للصرافين بدلا من استخدامها لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، ناهيك عن غياب المحافظ ونائبه عن البنك المركزي وتكليف قائم بأعمال لإدارة البنك في أصعب مرحلة يمر بها وعدم انتظام الاجتماعات الدورية لمجلس إدارته. من الواضح أن للقرارات انعكاسات سلبية على كل التعاملات الرسمية التي كانت تعتمد السعر الرسمي، ومنها الجمارك، حيث سترتفع الجمارك فعليا بنسبة 45%، وبالتالي ستنعكس تلك الزيادات على أسعار السلع المستوردة.
لن يؤثر القرار كثيرا على البنوك لأنها عمليا تتعامل بسعر السوق السوداء وهو خاضع للعرض والطلب، باستثناء بنك اليمن الدولي الذي يستقبل معظم تحويلات المنظمات الدولية ويعتمد سعر الصرف الرسمي ليجني فوارق طائلة في ظل تواطؤ من قبل تلك المنظمات. قد يشكل القرار المسمار الأخير في نعش البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية في حال لم تعترف به حكومة الحوثي وصالح ولم يمتلك الأدوات القادرة على تحكمه بسعر الصرف في السوق. فقرار التعويم يتطلب إدارة فاعلة للسياسة النقدية تخفف من آثاره السلبية، وهو ما تفتقر إليه إدارة البنك المركزي الحالية. في حواره مع الموقع بوست، كشف نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد المخلافي عن نتائج زيارته لموسكو، وقال إنهم في قيادة الحزب استمعوا إلى وجهة نظر الحكومة الروسية حول الأزمة اليمنية، واتضح أنها متمسكة بقرارات مجلس الأمن الدولي وضرورة تنفيذها، ويشمل ذلك القرار رقم 2216 والقرارات المتعلقة بالعقوبات ضد معرقلي العملية السياسية في اليمن، وأنها تدعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن إلى جانب المرجعيات الأخرى التي أتت قرارات مجلس الأمن داعمة لها ومؤكدة عليها والمتمثلة في اتفاق مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن نقل السلطة. وقال نائب الأمين العام للحزب إنه تم إزالة التشويش حول موقف روسيا الاتحادية الذي كان وما يزال يدعم التحديث والتغيير والتقدم في اليمن، خاصة منذ قيام ثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر الخالدتين. ثانيا، إن روسيا الاتحادية لا تقبل إخراج قضية اليمن عن إطار الشرعية الدولية والشرعية الوطنية. في العدد الصادر اليوم من صحيفة أخبار اليوم، محافظ عدن يوجه بالتحقيق الفوري في حادث مقتل مدير أمن رصد ويعزي آل قماطة. ومن أبين، إصابة قائد عسكري ومقتل نجله برصاص مسلحين مجهولين. ومن أبين أيضا، مدير أمن لودر يرفض الخروج إلا برد اعتبار رغم توجيه قيادة التحالف في عدن بإخلاء سبيله. وسياسيا، بن دغري يوضح للسفير الأمريكي بشأن زيارته القصيرة إلى الرياض وسبب عدم صرف رواتب الموظفين. تاريخ للصدف المبعثرة، تحت هذا العنوان كتب حازم صاغية مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية حول العوامل التي جعلت الشرق الأوسط يسير بلا دول ويستظل بجماعات القتل. وقال صاغية في جزء من المقال: قبل عقود ظهر في المشرق احتمال دولة مدنية. تأريخنا لكوارثنا الراهنة لم يتوقف بما يكفي عند انهيار ذاك الاحتمال، لم يتابع بما يكفي معانيه ولا الترابط بين أطواره، وهذا مما يزيد حيرتنا بما يحصل اليوم، جاعلا من يموت يموت مرتين. الموجة الأولى التي قصفت احتمال الدولة المدنية جاءت من العراق في عام 1936، ثم سوريا في عام 1949. المرتكب كان الجيش، لكن في عام 1952 توجت مصر تلك المسيرة. بعد ست سنوات على انقلاب يوليو قلد العراق مصر. سوريا اندمجت في عبد الناصر اندماجا كاملا. بعد ذاك صارت للعراق وسوريا طرقهما الخاصة المستقلة عن الطريقة المصرية في الانقلاب وتصديع احتمال الدولة المدنية. الإضافة البعثية كانت مزيدا من الانحطاط داخل الموجة ذاتها. الموجة الثانية كانت على أيدي الميليشيات المسلحة. قصب السبق كان للبنان. في عام 1975 انفجرت الرغبة في الحلول محل الدولة. المتنافسون اللبنانيون منهم والفلسطينيون كانوا كثيرين. بعد سنوات قليلة حل الاحتكار الميليشياوي محل المنافسة، إنه حزب الله. ضرب الدولة المترنحة اعترفت به، ضربها أكثر اعترفت به أكثر. موقع حزب الله في الموجة الخرابية الثانية يشبه موقع انقلاب يوليو في الموجة الخرابية الأولى. الفارق أن الموجة العسكرية كانت مهجوسة ببناء الدولة المستبدة، الدولة القادمة التي تقابل المجتمع المأكول. الموجة الميليشياوية هاجسها هو الدولة الصفر مقابل المجتمع الصفر، باستثناء الطرف الفحل الذي تمثله الميليشيا، الحشد الشعبي في العراق بعد حزب الله اللبناني قصة نجاح أخرى. الموجة الأولى مبالغة في تعزيز الدولة، الثانية مبالغة في تفكيكها. العلامة الأكثر تطرفا على الموجة الثانية ظهرت لاحقا بظهور النصرة وداعش،
اللذين كانا انحطاطا في الموجة الميليشياوية، مثلما كان البعث السوري والعراقي انحطاطا في الموجة العسكرية. قال مدير مكتب التربية والتعليم في تعز عبد الواسع شداد في تصريح لموقع المشاهد إن المكتب وجه رسالة إلى قائد محور تعز لإخلاء المباني المدرسية التي ما يزال فيها عسكريون. وأضاف شداد أن هناك تجاوبا كبيرا من قبل قيادة المحور في إخلاء المباني المدرسية في مديرية المدينة الثلاث. وأكد شداد للمشاهد أن هناك لقاء مع قيادة المحور لاستلام المجموعة الأولى من المدارس البالغ عددها 13 مدرسة حكومية تم اتخاذها كمقرات عسكرية أثناء الحرب التي شنتها جماعة الحوثي على مدينة تعز، والتي كانت تتخذها جماعة الحوثي مقرا لأفرادها. وختم شداد تصريحه للمشاهد بأن مكتب التربية رفع إلى الوزارة مذكرة بالاحتياجات الخاصة بالترميم لكي تصبح هذه المدارس جاهزة في بداية العام الدراسي القادم 2017-2018 لاستقبال الطلاب. ومن ذات المدينة يعنون موقع سبتمبر نت، اللجنة الأمنية في تعز تعلن فتح طريق المشكي جولة القصر من جانبها. وأعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز عن فتح طريق المشكي كلابة مستشفى الحمد جولة القصر كطريق مفتوحة من جانبها وجاهزة لاستقبال المواطنين. وناقشت اللجنة الأمنية برئاسة قائد محور تعز اللواء خالد فاضل استمرار الحصار الظالم الذي فرضته ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية منذ أكثر من سنتين. ونوهت اللجنة في اجتماعها إلى أن الحصار هو جريمة ووصمة عار لمن يلجأ له، ومع ذلك لن تمر هذه الجريمة التي سيدفع ثمنها مجرمو الحصار والقتلة. إذن لقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تقول صحيفة الشرق الأوسط في أحد تقاريرها انقلابيو اليمن يواجهون صعوبات في تجنيد المقاتلين. وقالت الصحيفة إن عددا من التقارير تتحدث عن صعوبات باتت تواجه الميليشيات الانقلابية في تجنيد المقاتلين. وقالت مصادر مقربة من الانقلابيين إن الميليشيات صارت تلجأ إلى تجنيد الأطفال والنساء لمواجهة الصعوبات. وأوضحت المصادر أن قادة الحوثيين كثفوا في الأيام القليلة الماضية ما يسمونه دورات عقائدية وثقافية في أماكن سرية من أجل التحشيد للمشاركة في القتال، خصوصا في جبهات الساحل الغربي لليمن وجبهتي نهم ومأرب. وأضافت المصادر أن المستهدفين من هذه الدورات الجديدة التي تعقد بشكل مكثف هم ضباط عسكريون ورجال دين وخطباء مساجد وأكاديميون ومدرسون وشخصيات تحظى بالاحترام في مناطقها السكنية. وقال محمد شبيبة وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمني للشرق الأوسط إن الميليشيات الانقلابية تعتقد أنها بالعزف على الوتر الديني ستحرض الناس على القتال معها والانخراط في صفوفها، لكن الناس باتوا يعرفون جيدا أن هؤلاء الانقلابيين يتاجرون بالدين وأن شعاراتهم أصبحت مستهلكة. وضعت صحيفة العربي الجديد عنوانا للتكتل السياسي الجديد الذي أعلنته عدد من الأحزاب اليمنية في القاهرة، وقالت تحالف اليسار اليمني يدفن اللقاء المشترك نهاية ثنائية الشرعية الانقلاب. وقالت الصحيفة إنه ومع الإعلان عن توجه لتشكيل ائتلاف سياسي يضم أبرز حزبين يمثلان اليسار في اليمن إلى جانب أحزاب أخرى، بات المشهد السياسي اليمني أمام مفترق طرق. وقد قرر كل من الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري الافتراق عن حزب التجمع اليمني للإصلاح وإلى حد ما عن القوى المؤيدة للشرعية اليمنية في خطوة تحمل العديد من الأبعاد. البعض نظر إليها بوصفها محصلة طبيعية اقتضتها الأوضاع التي آلت إليها البلاد بعد نحو عامين ونصف من الحرب، فيما طرح آخرون علامات استفهام بشأنها وربطوا بينها وبين تسوية محتملة للصراع اليمني. وأكدت مصادر يمنية حزبية موجودة في القاهرة في حديث للعرب الجديد أن قيادات الأحزاب وفي مقدماتها الاشتراكي والناصري تجري تحضيرات واتصالات مكثفة
لوضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن ولادة الائتلاف. وتقول الصحيفة إن مختلف الأحزاب والقوى اليمنية تعرضت لتصدعات قوية خلال السنوات الأخيرة مع الحرب الكبرى في تاريخ البلاد التي صعدت خلالها الميليشيات، وأصبح الفاعل الأول هو التدخل الخارجي وفي مقدمته التحالف بقيادة السعودية والإمارات. الثابت والمتغير دوليا، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال في جزء من المقال: يقال إن الثابت الوحيد في عالمنا هو التغير بمختلف درجاته، وإن كان أقصاها ما نشهده من تغيرات دراماتيكية في العلاقات الدولية، فقد يصبح حليف الأمس عدو الغد، والعكس صحيح أيضا. لهذا فالرهان على ديمومة موقف سياسي غالبا ما يكون خائبا، والتاريخ كما يصفه الفيلسوف هيجل ماكر، وله مفاجآته غير المتوقعة والمحسوبة. ومثال ذلك أن الثورة التي كانت متوقعة في ألمانيا وبريطانيا خلال الربع الأول من القرن العشرين وقعت في مكان آخر لم تتبلور فيه طبقة عاملة وكان أغلبه من الفلاحين هو روسيا، وتكرر الأمر في الصين لكن على نحو آخر. فحين زار أندريه مارو وزير ثقافة فرنسا في عهد ديغول والروائي المغامر بكين والتقى ماو تسي تونغ، سأله لماذا يختلف مع قادة الكرملين في الرؤى والنهج غير أن المرجعية هي ذاتها وهي الماركسية. ولم يجب ماو تسي تونغ ضيفه الفرنسي بشكل مباشر، بل دعاه إلى رحلة في اليوم التالي إلى منطقة زراعية وقال له: انظر إلى جذوع هذه الأشجار الهزيلة والتي لا تقوى على مقاومة جاذبية الأرض، إنها كذلك لأن الفلاحين أكلوا حتى جذوع الأشجار وجذورها من الجوع. لهذا لن أصنع ثورة بسائقي التاكسي والشاحنات، بل بأحفاد هؤلاء الفلاحين الجيع. وبالعودة إلى الثابت والمتغير في العلاقات الدولية، يكفي أن نتذكر التحالف الأمريكي مع شاهات في آسيا وبينوشيهات في أمريكا اللاتينية، وكيف انتهى الأمر لهؤلاء إلى الإقصاء والتخلي بعد انتهاء الصلاحية، بحيث حمل الشاه قبره وطاف به العالم بحثا عن من يستقبله، فلم يجد غير السادات الذي كافأه كما قال على موقف سياسي له علاقة بالنفط في حرب أكتوبر عام 1973. من بين الأخبار المنوعة الأكثر اطلاعا والمنشورة في موقع شبكة البي بي سي عنوان: أغنية توحد الهند وباكستان بعد 70 عاما من افتراق البلدين. وقالت البي بي سي: تحتفل باكستان بالعيد 70 لاستقلالها في 14 أغسطس، فيما تحتفل الهند تحتفل منافستها الهند بالذكرى 70 للاستقلال في اليوم التالي. وشهدت العلاقات بين البلدين توترا، وخاصة حول إقليم كشمير المتنازع عليه والذي أدى إلى اندلاع حربين بينهما. والآن صدرت أغنية تأمل في تشجيع التسامح، وذلك بتوحيد نشيدهما الوطنيين. ويشارك في هذه الأغنية التي حملت اسم نشيد السلام العديد من المغنين من باكستان والهند. وتبدأ الأغنية بكلمات: عندما نفتح حدودنا للفن يأتي معه السلام. ثم يقوم مجموعة من الفنانين بترديد النشيد الوطني الهندي ونظيره الباكستاني، وتنتهي الأغنية بكلمات: دعونا نوحد جهودنا من أجل السلام. من الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي: مقهى أسترالي أسسته نساء يبيع القهوة للرجال بسعر أعلى. وقالت القدس إن مجموعة من النساء في مدينة مولبورن الأسترالية افتتحن الأسبوع الماضي مقهى، وحددنا أسبوعا واحدا من كل شهر يدفع فيه الرجال ثمن القهوة بزيادة قدرها 18% من سعرها الأصلي، ما يعادل الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء. وكانت أستراليا قد أعلنت أن الفارق بالأجور بين الجنسين لنفس العمل يصل إلى 17.7%. وتقول أليكساندرا أوبراين صاحبة المقهى إن الإضافة اختيارية، إذ يمكن للرجال دفع سعر مساوي لما تدفعه النساء، فيما يتم التبرع بفارق السعر لجمعيات نسائية خيرية. تتابع الصحيفة: لكن جميع الرجال يدفعون هذا الفارق أو أكثر، ففي حين تدفع المرأة $4 لفنجان القهوة يدفع الرجل 72 بنسا زيادة. الإعلان عن قوانين المطعم جعلته مقصدا للجنسين، والعديد من الرجال قاموا بالسفر من مختلف أنحاء أستراليا لزيارة المقهى.
مع انغلاق النافذة بسرعة أمام البيت الأبيض لمنع كيم جونغ أون من الحصول على الصواريخ الفلسطينية العابرة للقارات والمحملة برؤوس نووية. شرع مراقبو الشأن الكوري الشمالي في تحليل الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس دونالد ترامب. هذا ما بدأت به إيزابيل روند مقالها التحليلي المعاد نشره في صحيفة الغد. حذر الرئيس الأمريكي مؤخرا من أن كوريا الشمالية ستواجه النار والغضب إذا ما استمرت في إطلاق تهديداتها، وبعد أن وافقت الأمم المتحدة على فرض أكثر عقوباتها صرامة ضد نظام كيم. كررت كوريا الشمالية موقفها بأن برنامجها النووي ضروري من أجل ردع أي غزو أمريكي ممكن لأراضيها. وهكذا ليس ثمة خيارات سهلة أمام ترامب والولايات المتحدة. ألا تستطيع الولايات المتحدة محاولة توجيه ضربة جراحية؟ ربما لن يعمل ذلك بشكل جيد بما فيه الكفاية. فصواريخ كوريا الشمالية ومرافقها النووية موزعة ومخفية في جميع أنحاء الأراضي الجبلية في البلاد، ومن شأن الفشل في ضربها جميعا أن يترك نحو 10 ملايين شخص في سول و38 مليون شخص في منطقة طوكيو وعشرات الآلاف من أفراد الجيش الأمريكي في شمال شرق آسيا عرضة لهجمات صاروخية تشنها كوريا الشمالية، سواء كانت تحمل رؤوسا تقليدية أو نووية. وحتى لو تمكنت الولايات المتحدة من القضاء على كل شيء، فإن السول سوف تظل عرضة لهجمات المدفعية الكورية الشمالية. ومن المرجح أن يكون رد الفعل الأكثر مباشرة هو إطلاق هائل لنيران المدفعية على سول والمناطق المحيطة بها. وقد بدأت اليابان بتقديم النصائح لمواطنيها حول ما يجب القيام به في حال سقوط صاروخ بالقرب منهم، في الأساس محاولة الوصول إلى ملجأ تحت الأرض، بينما تقوم بعض الشركات بتسويق بناء الملاجئ من الصواريخ. يضم الدوري الإنجليزي الممتاز عددا من اللاعبين العرب الذين تألق بعضهم في بداية الموسم الحالي، مثل المصريين محمد صلاح وأحمد حجازي، في حين يسعى آخرون لإثبات أنفسهم في الدوري الأقوى في العالم. نشاهد مجموعة من صور هؤلاء اللاعبين والمنشورة في البي بي سي. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.